السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم جميعا إلى كل متابعين لقناة عبد الصمد الجزولي. اليوم إن شاء الله هي حلقة بسيطة وخفيفة ومعلومة بسيطة وقديمة. أنا أعلم بهذه المعلومة هي قديمة ويشتغل بها الكثير منا، ولكن مع الأسف ما جعلني أطرح هذا الموضوع وأتحدث عن هذا الجانب هو أن الكثير، ومع الأسف وهذا واقع، الكثير من العاملين في المجال يقومون بتخريب بطاريات الآيفون مع الأسف، وخصوصا هواتف الآيفون وحقيقة حتى بعض الهواتف الأخرى. يعني هي فكرة بسيطة لطريقة نزع البطارية، فكم من شخص أو تقني ينزع البطارية بطريقة خاطئة مما يؤدي إلى تحطمها أو وقوع اعوجاجات بها. إذا لاحظوا معي الفكرة حتى تفهموا جيدا ما أود أن أتحدث عنه، فلاحظوا معي هنا، نعم لاحظوا معي هنا جيدا. فمثل هذه البطارية لاحظوا معي عند نزعها يوجد عليها الكثير من المادة اللاصقة البيضاء المعروفة التي يتم وضعها أسفل البطارية، ولاحظوا معي أن البطاريات يعني يحدث بها انتفاخ واعوجاج والكثير من المشاكل. لاحظتم معي، والسبب سبب هذه المشاكل أو كل هذه المشاكل وهي عدم نزعها بطريقة علمية والطريقة السليمة والصحيحة. وفي الحقيقة هذه من بين الأسباب التي تخرب البطاريات. وكما نعلم فالبطارية تحتوي على طبقات، يعني طبقات تحتوي على شحنات موجبة وطبقات تحتوي على شحنات كهربائية سالبة، وإذا حدث اعوجاج إلى درجة ما فيمكن أن يتسبب في تلف البطارية أو حدوث احتراق وانفجار لا قدر الله. إذا لاحظوا معي سوف نتعرف الآن على الطريقة الصحيحة لنزع البطارية. إذا لاحظوا معي جيدا، فلنزع البطارية بكل سهولة أنا أنصح بإزالة الهزاز أو المحرك الكهربائي الصغير الهزاز، نعم. ولاحظوا معي هنا سوف نجد شريطين لاصقين بالأسود، شريطين لاصقين بالأسود هنا لاحظوا معي، نقوم بإزالتهما وبعدها سوف يظهر لنا شريط لاصق أبيض، شريط لاصق أبيض. إذا لاحظوا معي فالطريقة بسيطة ويمكننا إزالة البطارية بكل سهولة وبطريقة صحيحة والبطارية تبقى سليمة. إذا نستخدم أداة معدنية أو ملقط بهذا الشكل ثم نقوم بلفه على الشريط اللاصق الأبيض. إذا لاحظوا معي بهذه الطريقة، لاحظوا، فأنا أنصحكم باستخدام هذه الطريقة لأن إذا قمت بجره بيدك فغالبا سوف يحدث به تقطيع أسفل البطارية وتصبح في موقف يعني غير جيد. إذا لاحظوا معي بهذه الطريقة، لاحظوا معي بهذا الشكل ثم سوف يبدأ الشريط اللاصق بالخروج. عليكم أن تفهموا ماذا يحدث. الشريط اللاصق إذا تم جره إلى الأمام يسحب، أما إذا أردت أن ترفعه إلى الأعلى لا يمكن أن تسحبه فسوف يحدث به تقطيع. إذن عليك دائما أن تجره بهذا الشكل ولا تستعجل، لا تستعجل بلطف حتى تحس به أنه أصبح مرن وبعد ذلك يمكنك جره بسرعة. إذا نستمر بهذا الشكل. لاحظوا معي ها هو بدأ يخرج، نعم لاحظوا معي ها هو بدأ يخرج. وهذا النوع من الشريط أو هذه التقنية هي ليست موجودة في هواتف الآيفون فقط، بل موجودة حتى في بعض هواتف السامسونج وبعض الطابليتات كذا إلى آخر. إذا لاحظوا معي بكل سهولة ومرونة، لاحظوا معي تمت العملية بنجاح. إذا نمر إلى الشريط الثاني بنفس الطريقة أو نفس الفكرة، لاحظوا معي نفس الفكرة نقوم بها، لاحظوا معي جيدا بهذا الشكل، لاحظوا معي ونقوم بها، وبعدها سوف نجد بأن البطارية تحررت وأصبحت سهلة الرفع أو الإزالة، لاحظوا معي بكل سهولة، نعم، وبقيت سليمة وكأنها جديدة أو ولا يوجد عليه أي أثر للعنف أو المادة اللاصقة البيضاء كذا إلى آخر. إذا أحبابي أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس لطريقة إزالة البطارية بشكل صحيح وعدم تعرضها للعنف والخراب، وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.